أحسن الله إليكم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. يسأل يا شيخ هذا عن رفع اليدين في دعاء السفر ودخول المنزل وركوب الدابة، هل هو مشروع؟ لا أعرف أنه مشروع، لكن الدعاء عند السفر هذا الله جل وعلا أمر به، قال لتستووا على ظهوره وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. يدعو بهذا الدعاء، ولا أعلم أنه ترفع فيه الأيدي، لأن هذا يحتاج إلى دليل. نعم.